هذا الأسبوع في أنا الشاهد. عملت كاميرتي وقررت التوجه إلى حي قوم الدكة، حيث المكان الذي ولد وتربى فيه الفنان سيد درويش. كانت صدمة بامتياز حينما وجدت منزله قد تساوى بالأرض. الحكامة في السودان، شعر وقيم وسلام. تطلق على المرأة اللي بتألف الشعر الشعبي اللي مربوط بالمنطقة اللي هي عايشة فيها. أهليل، من موسيقى صوفية إلى تراث شفهي. وتماثيل لحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر. أنا الشاهد.